حبيبي بالنسبة لمن داخل بغداد؟ طيب يعني عاصمة العراق اللي هي أحسن عاصمة بالعالم كلها يعني وأم الثقافات، هاي العاصمة بيها مدخل واحد عن جهة بابل وجهة النجف وجهة كربلاء، وهذا الخط السريع من يما مسوين جديد، هذا مدخل جديد، هذا صار لهم 5 سنين من 6 سنين يشتغلون به. الله أكبر، والله عظيم من نطلع ماكو من يم العلوة يعني بحيث إنه تطلع روحي يلا أنا سايق يلا أطلع من يم العلوة. مدخل لعاصمة مهمة 5 سنوات ما معقولة. 5 سنوات صار لهم على جسر هذا اللي من يم السريع 5 سنوات كاملة. وبعدين الجسر باقي هو نفسه ما تغير أي شيء. الجسر باقي نفسيته، رحمة لبيك. المسؤولية وين مسؤوليتنا احنا؟ مسؤولية جهات احنا الناشد المرور الناشد المختصين. طيب مو انا همات عندي عتب على بعض السواق اصحاب الشاحنات اللي ما يمتثلون حقيقه للقرارات الصادره من المرور العام. والله هذا حجك صحيح يعني ترى المسؤوليه ايضا تقع علينا على ثقافتنا ومدى حرصنا على ارضنا وعلى جماليه مدننا وشوارعها. اكو بعض السواق ما ملتزمين يا حسن، اكو بعض السواق ما ملتزمين. هذه حكي صحيح بس مداخل بغداد يعني انت تعال صعب التنتين الظهر خلي يحلش الدوام وشوف الازدحام. لا انا اقول لك يعني تعبر ساعه بس 6 العصر انتقام والله العظيم والله العظيم نبكي واحد حق رسول الله ما يصير يعني ما يصير الله ما يقبل. صح يعني هم ما يفكرون بهاي العالم حتى اهدار للوقت راح يصير. اتفق وياك حسن.